حياك الله دكتور هشام، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله، تسلم. الله يخليك. الله يبارك اخ هادي، نحب نسمع منك كيف كان وصولك لشركه رمزيز، وبنفس الوقت كيف كان التعامل بشركه رمزيز. بصراحه احنا كان عندنا من الاول حلم انه نشتري عقار باسطنبول، اللي كان يمنعنا انه ما في واحد مكتب ثقه نثق به حتى يسوي الحلم مالنا يحققها. تعرفت على مكتب رمزي عن طريق صديق لي بهولندا، وصاني عليكم. اجيت من اول مقابله مع حضرتك، تحس انه واحد ثقه تقدر تتعامل معه ويعاملك مو كزبون عندك، وانما كواحد من العائله. وهذا اللي خلى الواحد انه يطمئن لك ويسلم كل اوراقه لك. وهذا مع الوقت اكد لنا انه انطباعنا كان بمحله، والحمد لله معكم، مع شركه رمزي، وبالذات معك استاذ هادي، اشترينا 3 عقارات وكملناها بالاقساط، وما هذا ولا يوم من الايام شكينا انه في محل شك انه ما تتحقق احلامنا. واحنا شكرك على هذا الشيء. الله يبارك فيك، هذه ثقتك وسام صدرنا. حضرتك العقارات تقريبا من شي سنتين وشوي كان اول عقار اشتريناه، وقسطت لمده افتكر 24 شهر كانت مده التقسيط. اول عقار اشتريناه كان مده التقسيط 3 سنوات. احنا اول عقار اشتريناه، اول عقارين اشتريناه بسنه 2018. واحده كانت تقسيط سنتين، وواحده كانت تقسيط 3 سنوات. ووراها بسنه 2019 اشترينا العقار الثاني، وكان التقسيط سنه ونص. الحمد لله كلها خلصت وسددنا الاقساط ان شاء الله، والتعطوا صحيح. بعد منا بدنا تجربتك مع الموضوع الطابو، يعني احنا بهالفتره اللي انت حضرتك قسطت فيها او دفعت الدفعه الاولى وكملت الاقساط بعد منا، حضرتك زيارتك من كم يوم اجيتها لسبب تكملة أوراق طابو وتجهيز أوراق ومعاملة الطابو. تحكي لنا عن تجربتك معنا بهذا الأمر لو سمحت، كيف سميت؟ أنا بسبب هاي الظروف الموجودة حاليا أنه صعب واحد هو نفسه يجي فترة طويلة يبقى بإسطنبول على مود الطابو، فأنه الاقتراح كان أنه أعطيكم وكالة حتى تحولوها باسمي، وهاي الوكالة خلصت الحمد لله بيوم واحد من إجيت رأسا، كملتوها وخلصتوها، والوقت المحدد اللي حددتوا لي إياها والأوراق والمواصفات اللي قلتوا لي إياها نفس الوقت صارت، وبنفس الأمور سلسة الحمد لله. بصراحة بقية المعاملات أنا ما أدري بها، أنتوا تكفلتوا كلها، أنتوا كملتوها إلي، أنا بس أخذت الطابو جاهز مجهز. صحيح. وهذا طبعا الخدمة يعني نادر ما تلقيها بمكانات. نحن هذا واجبنا كشركة وساطة عقارية، ونحن شهادتك هي كثير بنعتز فيها. وهلا أنا حابب سلمك الطابويات اللي استلمناهم بالنيابة عن حضرتك. صراحة التجربة مع شركة رمزي بدت بالعقارات بس ما راح تخلص هنا، لأنه هي صارت علاقة أخوية، وبأي أمور خارج العقارات ألجأ لشركة رمزي، وهم لهسه ما قصروا ويانا، وإن شاء الله ما قصروا، والعلاقة راح تستمر بالمستقبل إن شاء الله. وأكيد